استلام، محاولة، كرة للأمام، مبخوت، تتيف في ناحية اليمنى، زاد الزعابي، عرضية خطيرة باتجاه أيمن حسين، وصلت عبد الله. الله 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 هلا يا عبد الله، 1-0 يسجل الجزيرة أخيرا هدف المباراة الأول بتوقيع عبد الله رمضان بكرة قوية تستقر في شباك البرتقالي. عبد الله يسجل الجزيرة ويصل إلى رابع أهدافه هذا الموسم بعد أن سجل في مرمى العين، سجل في مرمى الشارقة، سجل من جديد في مرمى العين، يعود الآن ويسجل في هذه المباراة. حاول عبد الله صالح إبعاد الكرة لكن الكرة وصلت إلى المرمى، هدف عكسي غير اتجاه الكرة، عبد الله تستقر في شباك علي الحسني، والهدف الأول لمصلحة الجزيرة الذي يسجل بعد محاولات كثيرة أضاعها في الشوط الثاني. الآن فرصة أخرى تترجم إلى هدف، هدف عكسي، عبد الله صالح يسجل ويتقدم لمصلحة الجزيرة. سجل عبد الله في أي حال، اللي سدد عبد الله واللي غير اتجاه الكرة عبد الله. وفي النهاية الآن التقدم من جانب سعيد سليمان، تقدم في هذه الكرة سعيد سليمان، والعرضية عالية للأمام خطيرة بالرأس، وليد أزارو، وليد أزارو يسجل كرة رأسية ويعيد البركان المباراة. سعيد سليمان في أجمل عرضية مثالية والرأسية من وليد أزارو، يسجل ويصل أزارو إلى هدفه السابع هذا الموسم. صعب عليك يا خصيف، وهدف التعادل البرتقالي للبركان. وليد أزارو يسجل بكرة رأسية في شباك الجزيرة، وعجمان يعود ويرد بشكل سريع بعد هدف عبد الله صالح بالخطا في مرمى الهدف العكسي اللي سجله عبد الله صالح. الان يسجل ازارو ويعيد عجمان المباراه. انظر الى هذه العرضيه من جانب سعيد سليمان، شوف المباراه اللي استمر فيها التعادل السلبي حتى